التحقت بالقوات المسلحة في شهر يناير من سنة 1968، ثم توزعنا بعد ذلك إلى جنود مقاتلين وإلى طلاب في كلية ضباط الاحتياط، ثم توزعت إلى أو على كتيبة الدفاع عن قيادة الجيش الثالث الميداني، وكنت قائد فصيلة ثم رئيساً لسرية تسمى السرية خفيفة الحركة، كانت مهمتها أن تنتقل إلى أي مكان يحاول العدو أن يقتحم أو يعمل عمليات إسقاط فيه. كانت هناك سرية مدفعية ميمطة مضادة للطائرات، يعني أسقطت طائرة من طراز سكاي هوك في سنة 69 في أثناء حرب الاستنزاف، أسقطت طائرة من طراز سكاي هوك للعدو، وتم أسرها بواسطة جنود السرية التي كنت قائدا لها في منطقة عبيد وفي منطقة وادي حميرة. تم أسر هذا القائد وكان اسمه شكنازي، كان نقيب طيار اسمه شكنازي. أنا كنت واحدا في قيادة الجيش الثالث الميداني في ذلك الوقت، ورأيت كيف كان يتهاوى الجنود الإسرائيليون وكيف كان يصطادهم جنودنا القناصة بالأسلحة المختلفة، حتى اضطروا إلى أن يعلنوا انسحابهم إلى الشرق مرة أخرى. كان الجندي عندما يقتحم أرض العدو في السابق كان يصيح صيحة ها ها ها. هذه الصيحة تبدلت في حرب أكتوبر إلى أن أصبحت صيحة النصر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فكانت نصرا لله ونصرا لدين الله، وكانت مصداقا لقوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.